في بلاد الرافدين تبرز قضية العزة وأقصاها على صدر كل عراقي كندبة عميقة وغائرة، شاهدة على روح واحدة تصرخ لهم ألماً وغضباً: نحن هنا معكم، نحن القضية. ولعل الكلمات لا تفي لوصف شوارع غصت حشوداً وتراقصت صدور أضلعها مع همسات طوفان الأقصى، وتدافعت خطوات محبينها كدموع السماء الغزيرة، وصوت أنفاسهم تعانق أرض العزة في تكامل ملحمي، يسطرون بوقوفهم، بأصواتهم، بدموع عيونهم رسالة لا تلين ولا تنكسر: نحن العراق، نحن الأقصى.